عندنا دلوقتي يعني مشروع كبير عظيم تاريخي العالم كله بيتابعه، يعني إذا أردت أن تتحدثي مثلا عن الكامبينيو، إذا أردت تتحدثي عن الأنفيلد، إيه يا عم أحمد اللي أنت بتقوله ده؟ والله ما بهزرش، والله ما بهزرش يا جماعة، وعندنا يعني حدث كبير وصرح ضخم وصرح كبير جدا النهارده، كان ممتلئ عن آخره في مباراة المنتخب المصري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية. علينا أن نفخر يا سادة، وأنا مالي بقيت أحمد موسى في نفسي كده ليه؟ تعالوا نسمعه هو أحسن بيقول إيه عن استاد اتعمل وتكلف الملايين والناس مش لاقية تاكل. سيادة الرئيس النهاردة راح مدينة مصر الأولمبية، حاجة عظمة يا جماعة. بلد بتعمل شغل عظيم، هي دي مصر. يعني مصر لما بتعمل حاجة بتعملها بالجودة دي، بهذا التميز. يعني انت مش لا انت بتعمل مدينه اولمبيه بجد. وانا يمكن بشرح لحضراتكم، كنت دايما اقول لحضراتكم انا كنت في العاصمه او رحت السخنه او معدي على طريق السخنه بشوف، شايفين حضراتكم استاد مصر الدولي اكبر استاد عندنا، ده 92,000 متفرج. بالمناسبه انت جبت من الاخر، يعني الاستاد اللي قدامكم ده جبت فيه احدث حاجه بتتعمل في الملاعب العالميه، الجيل الخامس في الملاعب قدامك اهو. النهارده الرئيس موجود، النهارده تدريبات منتخبنا الوطني للمنتخب الاول النهارده، عندهم تدريب النهارده الصبح وعندهم ماتش بكره، بس الماتش بكره يكون على استاد القاهره. ما تشوف الصالات اتعملت ازاي، شوف الجمال، شوف بقول لحضرتك صاله زي اي صاله موجوده في العالم، ملعب زي اي ملعب موجود في العالم. هتقول لي برشلونه ريال مدريد، هتقول لي ليفربول، هتقول لي انفيلد، لا احنا عاملين حاجه اكبر من كده، اكبر. انا بقول لك حاجه عالميه، اتكلم على 92,000 متفرج. هتقول لي برشلونه، هتقول لي انفيلد، قال لك انفيلد، انفيلد ايه يا احمد يا موسى؟ هتقول لي اسبانيا، هتقول لي انجلترا، احنا احسن منهم يا حبيبي. احنا مين اسبانيا ومين انجلترا؟ احنا عندنا نعمل استاد في اللحظه دي، واحنا ما عندناش نقص ملاعب، ده الاستادات الحمد لله موجوده يعني. ونعمل ونحط مدينه اولمبيه، نحط الملايين في الصحراء عادي جدا، والناس مش لاقيه تاكل. انا بس بقول لك على ترتيب، انا لست معترضا على اعمل صروح رياضيه، بس وجه الان اجنده الانفاق ازاي؟ الاولويه الانفاق فين؟ اكل ناس النهارده ساعتك عندك 350,000 مدرس عاجز في المدارس. 350,000 مين اولى؟